اهلا بيكم. النهارده هنتعلم ازاي نعمل عصاير تصوير على شكل شمع. الادوات اللي هنستخدمها: مسدس شمع، مقص، وصيان الشمع، قلم صاف، وفوم جليتر اسود. اول خطوه معانا هنجيب الفوم جليتر، هنقلبه على الناحيه الساده وهنبتدي نرسم الشمع. كده شكل الشمع ممكن نرسم بيه، وفي اشكال كتيرة ممكن تنزلوها من على النت، ممكن تشوفوها من على شاشة الكمبيوتر، فزي ما تحبوا يعني. انا رسمت هنا شكل الشمع وهقصه دلوقتي. لازم نرسمه طبعا على ظهر الفوم، لان الفوم جليتر صعب جدا نرسم عليه، فاحنا هنرسم على الناحية التانية. عندنا الشنب بالشكل ده. تاني خطوة بعد ما قصينا الشنب، انا قصيت حتة طويلة من الفوم برضو، من طرف الفوم دي اللي هنلفها على العصاية. دلوقتي نجيب لك الشنب ونلزق طرفها بالشكل ده ونلف. ايدي دي بتلف وايدي دي ماسكة. عشان تدينا شكل مموج كده. نيجي عند اخر طرف وطنية الشعر ونلف. تاني خطوة نجيب الشنب نقلبه، نحط لفة شمعة على العصاية ونزل العصاية على طرف الشمع بالشكل ده عشان يظهر لنا بالشكل ده. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يارب يكون عجبكم. لو عجبكم اعملوا لي لايك وشير، وشوفوني في الفيديو الجاي.